السلام عليكم. التريد نوتس ده عباره عن ذكاء صناعي بتحدد له المكان اللي انت عايز تروحه وهو يمدك بالمعلومات والتفاصيل اللي انت عايزها. خلينا مثلا نقول ان انا عايز اروح ايجيبت ونشوف ايه الاقتراحات اللي هو يقول لنا عليها. تمام. طب هو بيقول انت عايز تروح كايرو ولا الجيزه ولا خلينا نقول له كايرو. طيب ممكن نقول له احنا عايزين مثلا اماكن للاكل، اماكن للشوي، انا عايز اقضي اليوم كله هناك وهكذا. فخلينا نشوف، هو يبدأ يقترح لك افضل اماكن مثلا ممكن انت تروحها، فهو رشح لنا الاماكن ديت. فتقدر انت تسأله عن اي مكان انت عايز تروح، ممكن تكون عايز تشوف مثلا في اسكندرية اماكن سياحية وهكذا، يبدأ يرشدك فيها.